بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله اجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. تست الوحدة الستة من كتاب جيم للصف السادس الثانوي المنهج الجديد. تعالوا على طول نطلع الى اول سؤال، وهو سؤال الاختيارات. طبعا بيقول لي I was shocked، اتصدمت يعني، when I found out، لما اكتشفت that there was only 1000 pounds، لما لقيت يا دوب 1000 جنيه بس in my bank، بنك اكاونت انت ولا بنك هوليداي ولا بنك ريت ولا بنك اكاونت. طبعا هو عاوز يقول في حسابي، يبقى ياخد لازم ياخد كلمه اكاونت، اما دي محاسب نفسه ودي اجازه ودي معدل، كل ده بره حساب البنك. مازن از نوت شورت تو بي ا باسكت بول بلاير. طبعا مازن از شورت صفه سلبيه، عندي طول المصدر، سو عايزه بعدها زت، وساتش عايزه بعدها زت، فمش هينفعه. انف بقى بتاخد الصفه قبلها، فبرضه مش هتنفع. يبقى هنا الاجابه هتبقى تو، علشان تبقى صفه سلبيه قصير لدرجه ان هو مش هيبقى لاعب كره السله. There is a need، هناك حاجه ضروريه، تو نقط the demands، علشان تلبي مثلا او تعمل الاوامر او الطلبات بتاعت الورك بليس والزوس فاميلي لايف، انك تعمل ايه بين الحياه العمليه والحياه الاسريه، انك انت تعمل سبليت انشطار ولا اجنور، تجاهل ولا توازن ولا اهمال. طبعا هتبقى بالانس اللي هي التوازن. هير هاوس البيت بتاعها ازنت نقط تو هاف ا بارتي، عاوز يقول البيت بتاعها مش كبير كفايه عشان تعمل حفله. طبعا انف بيج ما تنفعش. ليه بقى؟ لان الصفه جايه بعد انف، واصلا مكان الصفه قبل انف، يبقى دي بره. تو بيج برضه ما تنفعش، لان انا عندي اسلوب نفي في الجمله، فازاي اخد تو المنفيه ومعاها اسلوب نفي، يبقى برضه بره. بيج انف تنفع، وتو وسو بيج عايزه زت مش هتنفع، يبقى هناخد بيج انف. المفروض ان انا هاخد بيج انف، العلامه جت هنا غلط، هي بيج انف اللي هي نمبر سي. تمام، اذا انت بيج، البيت مش كبير بدرجه كافيه عشان اعمل الحفله. جمله رقم 5، ذا كمباني، الشركه، هاد تو اوفر ديسكاونتس، هتعمل خصومات، هتعرض خصومات عشان تشجع مين ان هم يشتروا البضائع بتاعتها، تشجع العمال يشتروا ولا اصحاب العمل ولا اللي هو العميل يعني اللي بيشتري، ولا العمال اللي شغالين، ولا البائعون، طبعا الكلينز اللي هم العمال. طيب هي از نوت تو ايفري وان، ده بقى الراجل ده لويال يعني مخلص لكل الناس كلها، لدرجه ان هو يستحق المدح يعني. تمام، فطبعا عندي صفه وذات تو ايفري وان، دي باقي الجمله يعني، دي مش اسمي عشان اخد ساتش ولا حاجه، يبقى انا هاخد سو. I told my friend، انا قلت لصاحبي اني if we couldn't meet the meet، فاكرين meet بتيجي مع مين؟ بتيجي طبعا مع كلمه الديدلاين اللي هي الموعد النهائي. they wouldn't give us، مش هيسلمونا العقد لو احنا ما خلصناش في الموعد النهائي بتاعنا. it was not interesting trip، عندك interesting صفه وعندك trip اسم، يبقى دول حاجتين، وذات يبقى لازم اخد such. طب trip تعد؟ ايوه تعد، يبقى هاخد such and، لان interesting بدا بمتحرك، يبقى لازم اخد such and. my neighbor granny stayed at home، قعد في البيت، while the children were small، والعيال هم صغيرين يعني، and made a little money from not writing، طبعا بدا يعني يشتغل فلوس بما انه قاعد في البيت من الكتابه الايه؟ هيكتب لمين في البيت؟ اكيد شغال اعمال حره، يبقى هياخد فريلانس رايتنج من الكتابه الحره او الاعمال الحره. رقم 10، there are not few players، في few players to make a team، طبعا احنا متفقين ان احنا بناخد few او much او many مع سو، بس بشرط يوجد ذات. طب مفيش ذات، خلاص يبقى ده بيتكلم جمله عاديه وجايب بعدها تو المصدر، ما ينفعش اخد انف في الحاله دي، يبقى هاخد تو. There are two few، لعيبه قليلين قوي مش مكملين فريق، مش هينفع يلعبوا. مين بيقول؟ ناس كتير بقى. نقط كونفيدنس، الثقه، بتحط الثقه او بتحد الثقه او بتنقص الثقه ان زير اون ابيلتيز، في القدرات بتاعتها. سو زي نيد مور انكارجمنت، عايزين تشجيع، يبقى هم الناس دول ايه؟ تنقصهم الثقه، يبقى هناخد ليك اللي هي تنقصهم، عندهم نقص في الثقه فمحتاجين تشجيع. هي از نوت رود، رود يعني وقح، يبقى دي صفه سلبيه، انا ماليش دعوه بقى سلبيه ولا ايجابيه، طالما عندي ذاتي يبقى هاخد سو وانا مغمض. وي ماست بيلد مور سكولز، لازم نبني مدارس اكتر. تو نوت كلاسز تو ا ماكسيمم 30 بيبلز،
عاوز هو بقى ايه؟ بيقول لك عايزين نبني مدارس كتيره علشان نعمل ايه في الفصول اللي فيها اكتر من 30 طالب، يبقى علشان نربطها ولا نمنعها ولا نحدها ولا اوبليج عليها. طبعا ليميت نحد الفصول ما تزيدش عن 30. اول انترنت كونكشن وصلت النت بتاعتنا اذن طموحات، عايز اقول مش سريعه عشان احمل الفيلم، تمام. طيب اذن تنفي يخرج تو بره، عدم وجود ذات يطلع لي ساتش. طيب فاست اناف تنفع؟ ايوه تنفع، لان الصفه بتيجي قبل اناف. ولا اناف فاست؟ لا طبعا الاجابه فاست اناف. اول بص المدير بتاعنا هاز سيستماتيك بلان، عنده قصه كده دراماتيكيه، خطه حلوه يعني، اند هولدز نقط مانثلي ميتنجز، وبيعقد اجتماعات شهريه مالها اجتماعات شهريه مباشره، اجتماعات شهريه مجانيه، اجتماعات شهريه غير منظمه، اجتماعات شهريه منتظمه. طبعا عايز ريجولر عشان يقول اجتماعات شهريه منتظمه. رقم 16 ات ووز نوت ريس، كان سباق كذا، ذات وي وير، استخدم ذات قبل سباق، سباق ده اسم خلي بالك يعني هيعوز صفه وهيعوز اداه، ذات وي وير فيري اكزوستد، كنا منهكين بعديه. يبقى هنا اناف لونج ريس، اناف مش هتمشي مع ذات اصلا، تو برضه مش هتمشي مع ذات، هي يا اما سو لونج يا اما ساتش الونج ريس. طبعا هتبقى ساتش الونج ريس لان السباق مفرد والسباق يعد، لذلك ياخد ا. ماي براذر انجويز بينج ويز كومباني، طبعا اخي يستمتع ان هو قاعد مع الشركه اول ذا تايم طول الوقت، وبيحكي بقى مع صحباته واصحابه وكده. يبقى الشخص ده ايه بقى؟ سوشيال اجتماعي ولا سوسايتي المجتمع ولا سوشابلي باجتماعيه ولا سوشابل؟ طبعا هتبقى سوشابل اجتماعي. الله، طب ما احنا عندنا اجتماعي الاول. ليه اجتماعي الاول دي معناها شخص اجتماعي، يعني ممكن يشتري ويبيع مع الناس لكن ملوش معاهم علاقات، ما هوش محب ليهم ولا هم محبين ليه. فانا عشان يكون محب لازم اخد ايه؟ سوشابل اجتماعي. ذات ليدر السلم ده از نقط لونج، عايز يقول له طويل. تو بي خد بعدها تو المصدر. تو بي بوت اون ذا باك اوف يور كار، عشان يتحط في عربيتك. طيب تو لونج تو، تو لونج تو دي صفه تيجي مع المعاني السلبيه على اساس ان هو هيبقى طويل لدرجه انه مش هيتحط، ولا عاوز يقول سو، ولا عاوز يقول ساتش، ولا عاوز يقول انف. طبعا عاوز يقول ايه؟ تو لونج تو، طويل لدرجه ان لا يوضع في صندوق السياره. جيهان هاز بين اندر ا لوت اوف نقط، جيهان اتحطت تحت كذا بيكوز اوف هير ديفيكولت اكزامز، اي واحد فينا عنده امتحانات سواء كانت صعبه او امتحانات سهله بيتحط تحت ايه؟ تحت ستريس ضغط. هي ران نقط فاست، هو جري بسرعه، ذات طبعا فاست ذات حاجه واحده، يبقى سو فاست على طول من غير كلام. بعدين بيقول لي رقم 21 when parents argue constantly، لما الابوين يحصل بينهم جدال او نقاش بشكل واسع، it is the children who، الاطفال اللي بيبقوا most، الاطفال اللي بيبقى اللي بيستمتعوا ولا اللي بيعانوا ولا اللي بيعرضوا ولا اللي بيكتئبوا؟ طبعا اللي ايه؟ بيعانوا، الاطفال هم الضحيه. الطاقيه دي ما كانتش كذا عشان تلبسها، ما كانتش كبيره عشان تلبسها، ولا ما كانتش في نفي اهو، النفي ده هيخرج لنا تو وهيخرج لنا سو علشان ما فيش ذات، يبقى ما كانتش بيج انف علشان البسها لان الصفه تسبق انف، ما كانتش كبيره كويس كفايه على عشان يلبسها. اي رانج ماي بوس، رنيت على المدير بتاعي ورتبت معاه ان انا اخد بعض الوقت سام تايم تيك سام تايم نقط افتر ساتش تايرنج وير. طبعا الوحده دي بتاخد فيها تيك معاها حرفين جر، اوف عشان يأجز، وقلنا عشان يتحمل شغله اكتر من شغله. طب الراجل بقى هنا بيقول لك بعد الشغل التعب والكتير ده، يبقى اكيد هتبقى اوف علشان ايه؟ ياخد اجازه يعني. الامتحان الانجليش بقى كان نقط ايزي 1، ايزي صفه و1 اسم ذات، يبقى احنا عايزين ساتش بقى، تمام؟ طيب هناخد ساتش طبعا، ساتش ان علشان ايزي بدأ متحرك، يبقى ساتش ان ايزي 1. I am very tired، انا تعبان قوي، and I can't take، المره دي عكس بقى، جاب التعب الاول فبيقول انا تعبان ومش هقدر اتحمل شغل تاني، يبقى ياخد اون بقى، مش هقدر اتحمل، تيك اون يتحمل عمل، اما تيك اوف بيأجز. فهو هنا في الجمله رقم 23 بيقول لي انا رتبت مع المدير ان احنا عايزين ناخد اجازه عشان عملنا شغل كتير، هنا بقى انا عملت شغل كتير ومش هقدر اخد شغل تاني ومش هقدر اتحمل شغل زياده. It's 3 o'clock الساعة 3، I think it's نقط،
I think اعتقد it's not to go to Ahmed's invitation for dinner. عشاء مفيش عشاء الساعة 3 يا جدعان، ده 3 ده بعد الغداء بساعة. يبقى هنا الجملة ما ايه؟ منفية. فهو بقى هياخد enough early. enough early دي مش هتنفع عشان ما ينفعش الصفة بعد enough. طب too early تنفع، تنفع بس هنشوف الباقي. so early عايزة ذات توصلش عايزة ذات، يبقى هي الإجابة فعلا too early. طب واحد بيقول استنى دي early صفة سلبية، ولكن early صفة إيجابية إن حد بيروح الشغل بدري أو بيروح المدرسة بدري، يبقى دي صفة إيجابية. طب ما ليه خدنا تو أصلا تيجي مع الصفة السلبية؟ لا هي early هنا معناها سلبي لأنه رايح بدري عن ميعاده أو رايح بدري عن ميعاد العشاء، وما ينفعش مين يجهز له في الميعاد ده، فعشان كده إدت معنى السلبية. It was a difficult نقط to collect much information about this boring subject. طبعا it was a difficult تاسك، طبعا تاسك كانت مهمه صعبه انك انت تجمع المعلومات دي كلها عن موضوع ممل زي كده. The boys الاولاد وكد اتمشوا سلولي، سلولي ظرف اخرها اللي ورا زي الصفه بالظبط مش بتفرق حاجه، يبقى هنشتغل على سوء الوضع الطبيعي بتاعنا علشان هي الظرف يساوي الصفه في القاعده بتاعت النهارده. طيب عندنا بقى بيقول لي the police have arrested البوليس قبض على 7 drug smugglers يعني 7 تجار مخدرات in 3 نقط سيرش اتاك this week. طبعا في ايه؟ في ثلاث في هجومات منفصله عن بعضيها، يعني ايه؟ بحث هنا والجماعه بحثوا هنا والجماعه بحثوا هنا، فقبضوا على الكل بقى. فعايز كلمه سيبريت اللي هي منفصل، منفصل. she invited هي دعتني، دعتني الوت. احنا قلنا لما نشوف الوت بناخد مين؟ بناخد ساتش، تمام؟ طيب القطعه بقى بتتكلم عن المحافظة على المية، وان احنا لو عندنا مية كتيرة في مصر هنعمل بيها ايه؟ يا ترى هنستثمر بيها مشروعات ولا هنهدرها ولا هنهتم بالشرب ولا نحاول نستصلح بيها الارض ولا نمشي على الصحراء ونكب فيها المية؟ عشان يعني ايه؟ اتكلم عن المية بشكل كبير واسع. انا نسيت اجيب القطعة فعشان كده هنضطر نلجا للاجابة على طول. بيقول لي بقى what can the annual amount الكمية السنوية بتاعت مياه المطر او الشلالات والتبخر كوست ووتر بتسبب ايه في الميه؟ يا ترى ميك ووتر بتسبب بتخلي الميه تختفي؟ ولا ميك ووتر رايز اند فول تزداد وتنقص مثلا او ترتفع وتقل وتنخفض؟ ولا زي ميك ووتر بوليوتد بتخلي الميه تتلوث؟ ولا ميك ووتر بول يخلي الميه تغلي؟ طبعا رين فول مياه شلالات ومياه امطار دي بتجي لنا من عند ربنا. التبخر بينقص وده بيزود، يبقى احنا شغلنا على ايه؟ على raise and fall اللي هي تزداد وتنخفض. Why should we be careful؟ ليه احنا لازم نكون حريصين لما بننفذ مشروعات معتمده على الميه؟ يعني هنفترض ان احنا بنعمل حاجه في الصحراء عايزه ميه، ليه لازم نكون حريصين على الميه؟ علشان تدينا خضروات كافيه؟ ولا عشان نتاكد ان عندنا دعم كافي من المياه ليها؟ ولا عشان نربي الحيوانات؟ ولا عشان employ more people نوظف ناس كتيره؟ طبعا علشان نتاكد ان احنا عندنا دعم كافي يكفينا بعد استغلال المشروع ده. رقم 3 what does the underline word vast، كلمه vast معناها ايه؟ طبعا هو بيقول عايزين نستصلح مساحات vast في الصحراء. طبعا لو انا مش فاهم vast اللي معناها شاسع او واسع، طبعا اكيد هتساوي huge اللي هي ضخم، ما هيش هتبقى مساحات قليله ولا صغيره ولا قليله، فعشان كده هتبقى ايه؟ ضخم huge. which one of these isn't a way of saving water؟ ايه من الحاجات اللي جايه دي ما هيش طريقه تحافظ بيها على الميه؟ يا ترى استخدام الميه في الزراعه في الاماكن القحطه او في المناطق اللي هي الجحلاء اللي ما فيهاش ميه ولا ينفع يتزرع فيها، ولا بينج وايز، ولا انت لازم تبقى حكيم وانت بتستخدم الميه، ولا انك انت تقفل الحنفيه وانت بتستخدمها، ولا استخدام الطرق الحديثه في الري، ري الزراعه؟ طبعا اللي هي مش طريقه لحفظ الميه الاولى، استخدام الميه في مناطق ما ينفعش انك تستصلح فيها اماكن زي صخر، جيب صخر وازرع فيه ولا عليك مش هينفع. طيب although we have a lot of water، على الرغم ان عندنا ميه كتيره ومصادر ميه كتيره، يعني ميه من نهر النيل وميه من مثلا من بحيره ناصر وميه من الامطار ومياه من الصحراء الغربيه ومياه تحت الارض، عندنا مصادر ميه كتيره في مصر. What shouldn't we ignore؟ ما ينفعش نتجاهل ايه؟ يا ترى ما ينفعش نتجاهل ان في بلاد عايزه الميه؟ ولا ما ينفعش نتجاهل ان احنا بنشرب كتير؟ ولا نقص الميه يعتبر مشكله قاتله لاي بلد او مشكله خطيره؟ ولا ان احنا الاستحمام بياخد ميه اكتر؟ طبعا نمبر سي اللي هي ان لو في مشكله ميه في بلد يبقى دي مشكله خطيره وملهاش حل.
What makes water one of the basic necessities for life؟ ايه اللي خلى المية واحدة من ضروريات الحياة؟ يا ترى بتستخدم للشرب ولا بتستخدم للطبخ ولا بتستخدم للنظافة ولا بتستخدم لكل حاجة؟ اكيد بتستخدم طبعا for all things، لكل الايه الاشياء. الاسئلة المباشرة بقى بيقول لي اديني عنوان مناسب للقطعة. طالما احنا بنتكلم عن المية نقول اهمية المية، the importance of water، the importance of water، اهمية المية. طب what are the different water resources in Egypt؟ المصادر المختلفة للمية في مصر. نقدر نقول النيل مثلا، نقدر نقول الليكس البحيرات جماعها كلها، نقدر نقول الاندر جراوند ووتر المياه الجوفية، كل ده يعتبر ايه مصادر موجودة للمية في مصر. طيب towards what should projects in Egypt be directed؟ تجاه ايه بالظبط توجه المشاريع في مصر؟ نوجه المشاريع في مصر تجاه ايه؟ طبعا reclamation استصلاح الصحراء، agriculture الزراعة، food projects مشروعات الطعام عشان ما يحصلش نقص طعام، وطبعا في تاني كتير في القطعة تقدروا تكملوا. On what does Egypt's future development depend؟ على ما تعتمد تطوير مستقبل مصر؟ طبعا successful efforts الجهود الناجحة المبذولة to reclaim، انك انت تستصلح حاجة في الصحراء او cultivate land او تزرع ارض مش ايه مش مزروعة. تمام؟ طيب تعال بقى على القصة. بيقول لي in order to win the people's love، عشان تفوز بحب الناس، and trust on the day، وتوثق في اليوم اللي انت هتتوج فيه، راسم ده تقرر يعمل ايه؟ يركب حصان من غير اي حراس حواليه، ولا يقول خطبة عشان الناس تحبه، ولا يقتل الملك، ولا يسمح لمايكل ان هو يتوج بدلا منه؟ طبعا ركب حصانه ودخل المنطقة الفقيرة بدون اي ايه حراس، ورجع المارشال هو والجنود بتوعه. طيب what was the doof Michael like؟ عايزين وصف المايكل. هو كان راجل بخدود حمراء، خدود حمراء وشعر احمر وشعر وعينين سودا، ولا العكس بقى خدود سودا؟ طبعا هي دي، لا هو ما كانش عنده حاجه حمراء غير خدود حمراء بس، عينيه كانت دارك يبقى الاولى طلعت، الثانيه خدود سودا يبقى الثانيه طلعت برضه، الثالثه ريد شيكس دارك ايز ودارك هير وريد هير وشعر احمر، لا برضه ما كانش عنده شعر احمر. طيب يبقى خدود حمراء ودارك عينين ودارك هير، ايوه هي دي، علشان هو كان دارك في العينين والشعر وكان خدوده حمراء. Why didn't Lord Tufam recognize Mr. Rassendyll؟ طبعا الراجل Lord Tufam ده كان من انجلترا اصلا وكان جاي يحضر التتويج، فطبعا كان هيسلم على Rassendyll، بس هو قصده يسلم على الملك، Rassendyll خاف منه بقى، فالراجل ده ما قدرش يتعرف على Rassendyll. ليه؟ لان عينيه كانت حادة يعني بيشوف زي الصقر، ولا لان البور عينيه تعبانة ما بيشوفش كويس، ولا Rassendyll كان بعيد، ولا Rassendyll غطى وجهه؟ طبعا الراجل كان عنده بور اي سايت يعني ضعيف، ما قدرش يركز في Rassendyll. طيب هو ديت سات اند Rassendyll سي ات ذا فورك، شافوا ايه بقى؟ طبعا يا ترى طبعا Rassendyll وسبت لما كانوا رايحين ينقذوا الملك، شافوا جوهان ومايكل، ولا مايكل ورجالته، ولا مايكل واخو جوهان، ولا مايكل وجوزيف؟ طبعا مايكل واخو جوهان. تمام الاسئله بقى، لماذا تعتقد ان البور الناس الفقراء didn't attack Rassendyll، ما هجموش Rassendyll، ولا الرايدنج قالوه وهو راكب لوحده؟ ممكن نقول اسباب كتيره، طالما اداني لماذا تعتقد يبقى انت هتجاوب بوجهه نظرك الشخصيه. ممكن تقول they were afraid that the army will kill them، كانوا خايفين ان الجيش ممكن يقتلهم. تمام؟ or will they may like him، ممكن يعتقدوا ان هم يحبوه. or they have hope to give them a better life in the future، ان هو ممكن ياخدوا حياه افضل في المستقبل. او ممكن نقول ان هو كان distant king، كان ملك، كان يعني هو خد رؤيه الملك الشجاع انه دخل وحده، فده برضو اداهم ايه رده فعل غير اللي كانت عندهم. طيب اتنين، لو انت مكان مايكل يا ترى هتمنع Rassendyll، هتعمل ايه في شخصيه Rassendyll اللي انت عارف ان هو حل محل الملك اثناء التتويج، وليه؟ يعني انت هتقول له انت اوعى كده ولا مش هتقول له ولا ايه؟ طبعا لو انا مكان مايكل I don't speak one word، مش هقدر اتكلم ولا كلمه. ليه؟ because Michael has had a crime،
عنده جريمه ارتكبها ذات هي ايه؟ ذات هي هيد ذا كينج، ان هو خبى الملك او اخذ الملك في زنده. طيب لماذا تعتقد ان راسندل وساب بوت اوت سيكريتلي تو جيت ذا كينج؟ ليه بقى بيعملوا كل حاجه سريه بقى وهم رايحين يجيبوا الكينج؟ ليه ما قالوش قدام الناس؟ طبعا نطوا تيل بيبل ذات راسندل از بريكنج ذا كينج، عشان ما يقولوش للناس ان راسندل ده ملك مدعي. ما تروح عند قوس الملك، امال مين ده؟ فما كانش هينفع يخبره حد. المحادثه بيقول لي طبعا ذا ايربورت في المطار عند سكيورتي اوفيسر، والراجل بتاع السكرتير اللي شغال يعني بيفحص اللاكج الامتعه بتاعت الناس. فبيقول له از يور هاند لاكج، الشنطه دي بتاعتك يا مدام؟ قالت له يس. وراحت سالها سؤال، قال لها نو ذير از انت بروبلم، مفيش مشكله، بط كان يو اوبن، بس منكم تفتحيها لنا؟ يبقى طبيعي هتقول له ايه؟ هو في مشكله؟ اه طبعا، طالما الاجابه بنو يبقى لازم اسال بهل. انا عندي هل في الجمله اللي هي اذا ها از ذير، يبقى هي اللي انا هشتغل عليها. از ذير بروبلم، في حاجه يا اخ؟ قال لها لا مفيش، بس ممكن تفتحيها لنا. المهم بعدين قال لها ايه؟ قالت له طب جاست ا مينيت، استنى كده ثواني، اي هاف تو فايند ذا كي، بدور على المفتاح. المهم ايه؟ اديت له المفتاح، فالراجل قال لها ايه بقى؟ يو دونت نو ذات، لها حاجات معاها في الشنطه، الحاجات دي اللي هو حاجات شاربه، هو بيقول لي تحت ايه؟ انا اي هاف، انا مش معايا حاجه حاده. فهو بيقول لها يو دونت نو ذات، هو انت مش عارفه انك يو ماسنت تيك شارب سينجس، ما ينفعش سكينه مقص مش عارف ايه، ما ينفعش اخد الحاجات دي معاكي؟ قالت له بس انا ما عنديش حاجات شارب. قال لها يو هاف سام نيل سيزرز، معاكي قصافه، وكمان ذيس ارنت بيرميتد، دي مش مسموحه هنا يعني. قالت له انا ما اعرفش كده، انا في دماغي القصافه دي حاجه عاديه. وراحت سالها سؤال، رد وقال لها احنا هنشيلها هنا، فيها هل معاكي اكل؟ فطبعا يا ترى ايه السؤال بقى؟ وات ويل يو دو وذ ذم، بما انها جمع بقى جماعه، ما سيزر كده كده جمع، اسم جمع اصلا، والقصافه برضه جمع، لان لها حدين. فقالت له طب هتعمل ايه بيهم؟ قال لها هنشيلها هنا، انت معاكي طعام؟ فهتجاوب طبعا بايه؟ نوز او يس على حسب. فطبعا قالت له نوز ذير ازنت اني فود، مفيش طعام. اي نو ات ازنت، قال لها ده انا عارفه ان الاكل مش مسموح في هنا يعني. قال لها بليز بروسيد تو، وكمل كلامه. قالت له يعني عايز اقول لها اطلعي على ايه؟ على المكان بتاعك اللي هتركبي منه يعني، طبعا على البوابه اللي هتخرج منها. فيقول لها يور جيت نمبر، يلا على رقم البوابه بتاعتي. قالت له ماي جيت نمبر، رقم البوابه بتاعتي. وراحت سالها سؤال، قال لها اف يو لوك ات ذا ديبارتشر، لو انت بصيتي هناك هتعرفي رقمها كام، يبقى تقول له رقمي كام. فطبعا هيقول لها ايه؟ اه وير از ات، هو فين بالظبط؟ قال لها بص هناك على اللوحه هتلاقي ايه؟ هتلاقي الرقم بتاعك. تمام؟ طيب الترجمه بقى بيقول لي زير ماست بي ا ريال بالانس، there must be a real balance between what work requires and the family and the community rights. طبعا لما بدا الجمله بزير عايز يقول لي ايه؟ must هبدا انا بيها، يجب. there اخذتها بمعنى هناك، يجب ان يكون هناك. real balance توازن حقيقي، between بين، يبقى بين حاجتين. what work requires بين طلبات العمل او بين ما يتطلبه العمل، لو عايز تترجم بطريقه ادق شويه، بين ما يتطلبه العمل and family and community rights، وحقوق الاسره والمجتمع. تمام؟ اتنين، من البيبول بريفير، ناس كتير بتفضل الفريلانس ورك، العمل الحر، تو جفرمنت جوبز، تفضل الاعمال الحره على الوظائف الحكوميه. Because it's more profitable، عشان هي اكثر ايه؟ ربحا. يفضل، طبعا هبدا العربي بالفعل، يفضل كثير من الناس العمل الحر عن الوظائف الحكوميه لانه الاكثر ربحيه او ربحا. لقد كان الامتحان سهلا جدا لدرجه ان معظم الطلاب انتهوا قبل منتصف الوقت. طبعا لقد تعطي معنى المضارع التام، لازم استخدم المضارع التام اول ما اشوف لقد. فانا هبدا بالامتحان فهقول the exam was so easy that، طبعا لغيت انا موضوع المضارع التام علشان اطبق القاعده بتاعت الوحده السادسه، استخدام سو صفه وذات، سهلا جدا لدرجه ان، يبقى انت كده عايز تطبق قاعده. فرحت قلت له ذا اكزام، وممكن اغير ووز ذا هاز بين، عشان نجيب لقاد يا سيدي ونطبق قاعدتها. هاز بين سو ايزي ذات، معظم موست الطلاب موست اوف ذا ستودنتس انتهوا فينيشد قبل منتصف الوقت، باي ميد تايم، بحلول منتصف الوقت. الثانيه
لا قيمة للإنسان بدون العمل، ولكن الكثير من العمل يؤدي بدوره إلى التوتر والانهيار العصبي. طبعا هنبدأ بالإنسان. Man has no value. الإنسان ليس له قيمة. ما أنا هبدأ بالفاعل بقى بتاع الجملة. ما ده عربي يبدأ براحته، إنجليزي أنا أبدأ بالفاعل. Man has no value. الإنسان ليس له قيمة. Without بدون work العمل. But ولكن الكثير من العمل a lot of work الكثير من العمل يؤدي بدوره إلى leads inter leads يؤدي intern بدوره to إلى تمام التوتر tension tension اللي هو التوتر and nervous breakdown nervous طبعا أنا كتبها nervous دي إن دي nervous breakdown ويؤدي إلى انهيار العصب. تمام، توفيق للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.